بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم. محمد يسلم أبو نورا يحييكم في إضاءة جديدة حول هاتف سمارت فيجن 2 بريميوم. اليوم راح نتكلم عن اختصارات لوحة المفاتيح، والمقصود فيها الشورت كات أو الأوامر المختصرة اللي ننفذها عبر لوحة الأرقام للوصول إلى مجموعة من الخيارات من ضمن خيارات سواء قوائم الجهاز أو إعدادات التوك باك وإمكانية الوصول. ننتقل مباشرة كالعادة إلى التطبيق العملي. تم إلغاء قفل الجهاز. نضغط كما تعودنا دائما المربع مع الرقم 0 للوصول مباشرة إلى إعدادات التوك باك. إعدادات توك باك. إعدادات تعطيل شاشة اللمس. الاستكشاف باللمس. تمرير التحديد من قطعات قائمة سياقات تشغيل اختصار إدارة اختصارات لوحة المفاتيح. اختصارات لوحة المفاتيح، هذا هو الخيار المطلوب. نضغط عليه بزر الاختيار الذي يتوسط الأسهم. اختصارات لوحة المفاتيح. اختصارات لوحة المفاتيح. الآن راح يسرد لي قائمة بالأوامر والاختصارات الجاهزة ضمن النظام للوحة أو لمجموعة من المهام يمكن تنفيذها عبر هذه الاختصارات. علامة الجنيه 0. إعدادات الوصول كبوسيس. إذن يقول علامة الجنيه 0، المقصود بعلامة الجنيه اللي هو زر المربع. كل هذه الاختصارات الآن راح يسرد مجموعة من 0 إلى 9 وأكثر راح تمشي بالعلامة الجنيه. علامة الجنيه المقصود فيها المربع. طبعا تنفيذ الاختصار يكون بالضغط باستمرار على المربع ثم ضغط 0 أو أي مفتاح آخر، يعني ما نضغط المربع ثم نضغط 0، لا، نستمر بالضغط على المربع ثم نضغط المفتاح الذي يليه مباشرة. علامة الجنيه 1 للحصول على حالة الهاتف. علامة الجنيه 1 للحصول على حالة الهاتف. علامة الجنيه 2 قراءة من بداية الشاشة. علامة الجنيه 3 فتح الإعداد السريع للشاشة. علامة الجنيه 4 تقليل سرعة الكلام. علامة الجنيه 5 زيادة سرعة الكلام. علامة الجنيه 6 تفعيل خط مائل إلى الخلف. إلغاء تفعيل وضع تكبير النص. علامة الجنيه 7 كرر آخر نطق بواسطة آل النطق. علامة الجنيه 8 تهجئ آخر نطق بواسطة آل النطق. علامة الجنيه 9 القائمة المحلية لسهولة الوصول لكبسيس. علامة الجنيه فوق تبديل الملف الشخصي للصوتي إلى صامت. علامة الجنيه أسفل تبديل الملف الشخصي للصوتي إلى عادي. علامة الجنيه يسار فتح شاشة التنبيهات. علامة الجنيه يمين لم تخصص. علامة الجنيه صوت أعلى زيادة صوت آل النطق. علامة الجنيه صوت منخفض تقليل صوت آل النطق. العلامة النجمية 0 اختيار علامة الجنيه صوت منخفض. طيب الآن لو لاحظتوا قالنا علامة الجنيه يمين غير مخصص. طبعا للعلم هو يعطيك الأوامر أو الاختصارات لغاية زر الجنيه والمربع وزر خفض الصوت، لكن الأسهم غير مخصصة أصلا. تخصيص السهم الأعلى والأسفل والأيسر هذه أنا قمت فيها شخصيا. الآن راح أعلمكم شلون أدي هذه الوظيفة. طبعا أنا شلون أو إيش حطيت على علامة الجنيه صوت أعلى زيادة صوت آل النطق. علامة الجنيه يمين لم تخصص، بمعنى أنه هذا الأمر أو الاختصار فارغ بإمكانك تخصيصه شخصيا. علامة الجنيه يسار فتح شاشة التنبيهات. علامة الجنيه أسفل علامة الجنيه فوق تبديل الملف الشخصي للصوت إلى صامت.
علامة الجنيه فوق، يعني المقصود فيها سهم إلى أعلى أو سهم فوق، راح يحول النظام أو الهاتف إلى صامت. طبعا من المعلوم أنه عشان نفعل خيار وضعية الصامت في الجوال يحتاج أن ندخل على الإعدادات، ثم ندخل على أعتقد الجهاز أو الإشعار الصوتي، ثم تفعيل الوضع صامت، يعني مجموعة من الخيارات. هذا الاختصار يغنينا مباشرة، بمجرد وأنا في الشاشة الرئيسية أضغط على المربع ثم سهم إلى أعلى مباشرة يحول الجوال صامت، وبالمقابل حطيت سهم إلى أسفل، مربع مع سهم إلى أسفل يرجع الجوال إلى عام. خلونا نجرب الآن. صامت مباشرة قال لي إنه الجوال الآن صامت. خلوني أرجع عام. علامة الجنيه أسفل، تبديل الملف الشخصي للصوتي إلى عادي. علامة الجنيه يسار، فتح شاشة التنبيهات. عام، الآن حولتها إلى عام. طيب شلون ننفذ الاختصارات هذه أو نختارها؟ راح ننتقل إلى السهم الأيمن، هو اللي باقي ما تخصص. علامة الجنيه يمين، لم تخصص. لم تخصص، راح أضغط عليها بزر الاختيار. تنبيه إلغاء. أنزل بالأسهم. لم تخصص، تشغيل للحصول على حالة الهاتف. إيقاف، فتح شاشة التنبيهات. إيقاف. الآن راح يذكر لي مجموعة من الخيارات أو العناصر، أنا أختار منها الخيار الذي يناسبني. طبعا فتح التنبيهات هذه هي تعادل تقريبا مركز الإشعارات، فبإمكان أن نعمل له اختصار من هنا وبصير بسرعة نوصل للمكالمات والرسائل غير المقروءة. فتح الإعداد السريع للشاشة، زيادة سرعة الكلام، تقليل سرعة الكلام. طبعا أنا أتنقل الآن بين العناصر. تغيير لغة الكلام، قراءة من بداية، قراءة من العنصر التالي، تقليل مستوى الدقة، زيادة مستوى الدقة، كرر آخر نطق بواسطة، أجيء آخر نطق بواسطة، إيقاف خط مائل إلى الخلف، استئناف آل النطق، إيقاف إعدادات الوصول كبوسيس، إيقاف إعدادات تحويل النص إلى كلام، إيقاف اختيار الكلام، إيقاف قص، إيقاف نسخ، إيقاف لصق، إيقاف حركة المؤشر إلى اليمين، إيقاف حركة المؤشر إلى اليسار، حركة المؤشر إلى البداية، حركة المؤشر إلى النهاية. حدد حرفا واحدا من حدد حرفا واحدا من يمين المؤشر. زيادة صوت آل النطق، إيقاف تقليل صوت آل النطق، إيقاف تفعيل خط مائل إلى الخلف، إلغاء تفعيل وضع تكبير النص، تفعيل خط مائل إلى الخلف، إلغاء تفعيل وضع القائمة العامة لسهولة الوصول لكبسيس، إيقاف القائمة المحلية لسهولة الوصول لكبسيس، إيقاف تبديل إخراج الصوت بين المتلقي ومكبر الصوت، إيقاف. ممكن أختار هذا الخيار اللي هو تغيير اللي هو الصوت من السماعة أعتقد إلى سماعة الأذن، أقصد إلى السبيكر وهكذا. تبديل الصوت إلى المتلقي، إيقاف تبديل إخراج الصوت بين المتلقي ومكبر الصوت، إيقاف. خلوني أختار هذا الخيار، راح أضغط عليه بزر الاختيار. اختصارات لوحة المفاتيح، اختصارات لوحة المفاتيح. وبكذا أنا أكون خصصت هذا الاختصار. إذا صار عندي يسار ويمين وفوق وتحت من الأسهم كلها مربوطة باختصارات مع زر المربع. ننتقل إلى القسم الآخر من الاختصارات. علامة الجنيه يمين، علامة الجنيه صو، علامة الجنيه العلامة النجمية الصفر، اختيار الكل. الآن راح يعطينا مجموعة الأوامر والاختصارات مع زر النجمة، نجمة والصفر تحديد الكل. العلامة النجمية واحد، تقليل مستوى الدقة. العلامة النجمية اثنان، زيادة مستوى الدقة. العلامة النجمية ثلاثة، قصف.
العلامة النجمية 4 لم تخصص. لم تخصص هذه. العلامة النجمية 5 لم تخصص. العلامة النجمية 6 نسخ. العلامة النجمية 7 لم تخصص. العلامة النجمية 8 لم تخصص. العلامة النجمية 9 لصق. العلامة النجمية أعلى حرك المؤشر إلى البداية. العلامة النجمية أسفل حرك المؤشر إلى النهاية. العلامة النجمية يسار حرك المؤشر إلى اليمين. العلامة النجمية يمين حرك المؤشر إلى اليسار. العلامة النجمية صوت أعلى حدد حرفا واحدا من يمين المؤشر. العلامة النجمية صوت منخفض حدد حرفا واحدا من يسار المؤشر. اختصارات لوحة المفاتيح. العلامة النجمية صوت العلامة النجمية يسار حرك المؤشر. العلامة النجمية أعلى حرك العلامة النجمية 8 لم تخصص. خليني أدخل عليه وأحاول أخصصه بأي أمر بزر الاختيار طبعا. تنبيه إلغاء لم تخصص تشغيل. للحصول على حالة الهاتف فتح شاشة التنبيه. فتح الإعداد السد زيادة سرعة تقليل سرعة تغيير لغة الكلام قراءة من بداية الشاشة إيقاف قراءة من زيادة لصق إيقاف حركة حد زيادة صوت آلة. أنا بشوف في أوامر جديدة ولا نفس الأوامر القائمة السابقة. طف القائمة العامة القائمة تبديل إخراج الصوت بين المتلقي تبديل الصوت إلى المتلقي تبديل الصوت إلى مكبر الصوت ضيق تمكين شرطة ما إلى تعطيل قارئ الشاشة تمكين شرطة ما إلى تعطيل الإضاءة الخلفي تمكين شرطة ما إلى تعطيل لوحة اللمس ضيق تمكين شرطة ما إلى تعطيل البلوتوث ضيق. هذا اختصار جميل خاص البلوتوث برضو. تمكين شرطة ما إلى تعطيل الشبكة اللاسلكية إيقاف. خلوني أختار الشبكة اللاسلكية. اختصارات لوحة المفاتيح. إذا صار عندي نجمة وثمانية يطفي لي الواي فاي. اختصارات لوحة المفاتيح. العلامة النجمية 4 لم تخصص. وهذه إضاءتنا لليوم وإن شاء الله تكون إضاءة بصراحة كان غالب عليها صوت الناطق لكن المقصد أنه تصل الفكرة بشكل واضح لمستخدمي والذين يرغبون في معلومات أكثر حول جهاز وهاتف سمارت فيجن 2. تحياتي للجميع دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.